عبدو عبد الله الحي ثم مرح يقول كذا الايموجي ايوه رايد حلو شكرا لكم يا اخوان الرادف يا فقمي. طيب نسحب الهاشتاج خلصنا اسئله ايه خصم 7000. طيب بسم الله الرحمن الرحيم ترى مهاب خاصم علي 7000. خاصم عليك 7000 ليه؟ وانا بعد خاصم علي 5000 من غير حق ظلمني صح يا ابو عبد الله ها؟ لا تشكى خاصم علي ظلمك ليه؟ نعم هذا الكلام ظلمك ليه؟ مرسلين نغطي حفل ايه قبيل الله يبارك لك بعدين ارسلوك يووك صح؟ يا اخي راح نتقهوى حتى انت عندك خبر حتى بس المشكله انا ما كان لي ظهور بيوه اذا ما تابعت سنابات النسخه هذه اتابع سنابات مين بس علمني انا اطالب بجوالي ها علشان اصور سنابات علمني اذا ما تابعت سنابات النسخه الاسطوريه هذه يا بعد قلب اتابع سنابات مين يا اخي انت مقدم رائع شكرا لك الله يطول بعمرك بسم الله نسحب اسحب يا قلبي طيب توكلنا على الله بص شوف عزيز يعمل ايه 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 لا هي اللي ضغط الجرس سووا لي خصم تكفون اذا ما عليكم امر بسم الله الرحمن الرحيم عزيز يا اعداد النت عندي هنا داخل تقدرون تسحبون من عندكم هو في ايه ادري والله والله تعال ليه ما ادري الوقفه انا شايل هم البرايم شايل هم البرايم تحس انك في البرايم ما ادري احس اني احد نجوم البرايم تحس انك المغادر طيب فؤاد قل وقف وقف من طلع معاكم مين تتوقعون؟ واثق؟ بلا منازع مرة وانت تتوقع مين؟ واثق جدا انها انت؟ عشان اختارك ان شاء الله إيه؟ انا انت؟ وانت فؤاد شباب مين؟ من اي واحد منهم قضية انت كلهم كلهم مين؟ اي واحد منهم؟ حدد شاف رايد وعبد الرحمن واحد منهم ابي انا 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 والله كلهم غالي واحد منهم عبد الرحمن هاي يستاهل جاتني نقطة هاي بيض الله وجهك تسمح لي اشكرهم اشكر تفضل مين اللي اعطاني اياها؟ اللي اعطوني جسمه بيض الله وجهك وجمل الله حالك واقول لكم من حط فينا الهقاوي يبشره بسعده كفو ابشر والله بسعد كفوكم الطيب حياك اللي اعطتك توتو طويق الله يبيض وجهك يا توتو طويق وجمل طيب. حالك اسمحوا لي اختم يا شباب طيب عليك من ابسط حقوقك قبل أختم أحب أشكر النسخة أحب أشكر الشباب كلهم شكرا لكم جمهورنا على المتابعة وصلنا إلى الختام أصعب اللحظات لحظات الوداع وجاء اليوم اللي بنودع فيه نسخة مراجل الأسطورية اللي عشنا معهم 90 يوم أو بنكمل معهم 90 يوم من الحزن والفرح اللي عشنا معهم الذكريات الجميلة اللي ما زالت بقلوبنا لذلك راح نبقى معهم ونحارب كل من يقلل منهم وداعا يا نسخة لن تتكرر في أمان الله يا النسخة القريبة لقلبي والقلب الجمهور في أمان الله الله يسعدكم كلام جميل